خلينا نخش ايه على الزمالك. الزمالك بيأكد بقاء اوسوريو المدير الفني للفريق، وانا ما كنتش حابب اصلا اقول العنوان دوت او انا اسمع العنوان دوت او ان انا اشوف العنوان دوت، لان موضوع غريب جدا. وابتدت الدنيا برضو يعني اخبار بتنتشر، والانتشار اما دايما بيبقى مش في غير الصالح، تلاقيه انتشر قوي وزاد قوي. وزي ما بنقول كل مره، نادي الزمالك نادي كبير، ونادي الزمالك عشان يرجع نادي الزمالك لازم الناس كلها تتلم، ولازم يبقى فيه هدوء بنسبه كبيره جدا. وسوريو ايه اللي احنا اصلا حمشيه وبنقول ان احنا حمشيه لمجرد ان الراجل ده جه لعب 6 ماتشات مع نادي الزمالك، وهنقول لحضراتكم نتائجه معاه. الاداء مش احسن حاجه، الطريقه غريبه، الطريقه مش مهضومه، ولكن اللعيبه هتهضم الطريقه، طريقه غريبه ما لعبوش بيها قبل كده، ومدرب لسه يا دوبك الراجل بيتعرف عليهم، فمحتاج وقت. وقلنا الزمالك محتاج وقت، وقت علشان توصل الفريق انه بعد شهرين في منافسات البطوله العربيه وهو بيتنافس مع النصر السعودي والشباب السعودي واتحاد المانشستري التونسي، عشان يتنافس مع الناس دي في مجموعه واحده. اديك شايف حضرتك المجموعه بقول لك عامله ازاي. فعلشان يتنافس لازم الناس تاخد وقتها، يبتدي يجهز. ما هو دوت بدايه، تعتبر شهر 7 دوت يعني يعتبر بقى بيبدا بقى الموسم، وانت لازم تعدي على اخفاقات وعلى اللعيبه لسه مش حافظه الطريقه غريبه، مين بيلعب هنا ومين بيلعب هنا ومين بيلعب هنا ومين احسن في الحته دي ومين احسن في الحته دي ومين ممكن اغير مكانه ومين ما ينفعش ان انا اغير مكانه، امكانياته في المكان ده بس، ومين الجوكر اللي يلعب لي في كل حته في الملعب. كل ده محتاج الراجل وقت، ومحتاج اللعيبه في نفس الوقت وقت ان هي تهضم. فابتدى بقى ايه الكابتن حسام مدير الفني، الكابتن حسام حسن طبعا مدير الفني السابق للنادي المصري، يقول لك ايه ده الزمالك بيحاول بيكلمه، ده هيتعاقد معاه، لا ده بيكلمه بيتسو موسيماني، الراجل خلاص ساب اهلي جده وخلاص هيسيب اهلي جده بعد ما صعدهم، والزمالك بيكلمه. فطبعا كل الكلام دوت بيأثر على الفريق بالسلب، وما تخلوش يأثر على المدرب. نادي الزمالك معاه مدرب محترم ومدرب عالمي، واما كلمه عالمي ان هو سمعته راجل مدرب عالمي، دي حقيقه ان الزمالك الراجل سمعته كبيره والسي في بتاعه كبير. انا عارف الكلام دوت وعارفه من فترات قبل كده، قبل ما يتقال ان الزمالك هيجيب اسر، السي في بتاع الراجل ده انا عارفه كويس. فالزمالك معاه مدرب كويس ومدرب محترم، ادوله وقته وسيبه بعد اذنكم، سيبوا الراجل يشتغل، يعني سيبوا الراجل يشتغل عادي جدا، يعني ما فيش مشكله خالص ان الراجل ياخد وقته. تعادل، خسر بتاع، يعني لعب الراجل اهو نتائجه 6 ماتشات. النتائج المفروض مع نادي الزمالك تكون احسن من كده، بس لو كانت الظروف اصلا احسن من كده، الراجل لعب مع الزمالك 6 ماتشات، فاز في 3 ماتشات، اتعادل في 2، خسر مرة واحدة من 6 ماتشات، يعني برضو يعني الراجل خسر مرة من 6، يعني ما جبناش راجل مثلا خسر 5 من 6، يعني مش النتائج كارثية طبعا، مش المأمولة، خصوصا ان الزمالك بنقول بينافس بيحاول ياخد المقعد الافريقي، يعمل اي حاجة، يعني يتشعبط في دوري الابطال، فاكيد ماشي مش على المستوى، ولكن مش كارثية يعني. خساره واحده طبعا كانت كلنا عارفين في اسماعيليه من قدام من نادي الاسماعيلي، اتعادل طبعا مع الداخليه الماتش اللي فات، واتعادل مع طبعا هي النتائج الزمالك والمقاولين. طبعا ده كانت اول مباراه، كان الراجل لسه جاي طازه ما قعدش، اتعادل 2-2. بعد كده كسب سيراميكا كليوباترا 1-0، وبعد كده كسب بروكسي طبعا في ماتش طبعا يعني اكيد كان فيه انتقادات كبيره جدا لأسوريو في مباراة بروكسي، ولكن كسب. الإسماعيلي طبعا كان أداء، يمكن دي كانت المباراة الأسوأ، يعني أنا بالنسبة لي مباراة الإسماعيلي دي كانت المباراة الأسوأ، وبعد كده الزمالك وأسوان وفوز الزمالك 1-0، وبعد كده التعادل 1-1 مع الداخلية، وبرضه يعني كان تعادل، وكان الداخلية يمكن في بعض أوقات المباراة كان بيهاجم وكان، ولكن هرجع أقول لحضرتك معلش بلاش الدنيا دايما
اما تبقى مش ماشيه احسن حاجه بلاش ان احنا نزودها، بالعكس احنا مصلحتنا ان احنا نشوف نادي الزمالك واقف على حيله، احنا من مصلحتنا ان احنا نشوف الزمالك زي ما الاهلي مكسر الدنيا في البطوله الافريقيه ووصل نهائي، وبندعم الاهلي ان هو يكمل وياخد البطوله الافريقيه زي ما احنا عايزين ان الزمالك يوصل باحسن حاله فنيه في شهر 7 وان هو يخش البطوله العربيه ويفوز بالبطوله العربيه، خصوصا المنافسات هتبقى صعبه جدا. البطوله العربيه صعبه ولكن الزمالك هو ممثل مصر في البطوله العربيه. شفنا طلاع الجيش ما هو حاول من البدايه وما توفقش. يعني ما توفقش قدام الاهلي الليبي، يعني الزمالك هو ممثل الكره المصريه الوحيد في البطوله العربيه وداخل على يعني دي خناقات. انا بقول لك اسماء فرق والبطوله العربيه اسماء الفرق اللي فيها كلها يعني او معظمها تخض فرق قويه، البطوله العربيه هتبقى بطوله في غايه القوه. طيب زوران بقى، يعني زوران والحكايه في الاتحاد السكندري، يعني الدنيا في الاتحاد يعني مش عجباني، سواء على مستوى الاداره الحاج محمد مصلحي اللي الراجل اللي كل الناس بتحبه واللي انا على المستوى الشخصي بحبه جدا، راجل مصر على استقالته وفي دعم من الجمهور وفي دعم من مجلس الاداره كله واقف مع الحاج محمد مصلحي، ومجلس الاداره طلع اتكلم في النقطه ديت وقال لك خلاص لا لو ما رجعش يبقى استقاله جماعيه للمجلس ومحدش قاعد وهنقدم استقالتنا والكلام ده كله. فبجد الاتحاد السكندري يعني حاج محمد مصلحي ده رمز للاتحاد السكندري والله، واتمنى ان هو يعني كده يفكر بهدوء ويراجع ترتيب اوراقه وعادي الناس عادي، الناس بتحب تتكلم والناس بتحب تهاجم والجمهور يا حاج محمد زعل من خساره بطوله سوبر ولا دوري سوبر مع النادي الاهلي، انت خسران في الاخر مع النادي الاهلي، النادي الاهلي ابتدى كسب ماتش الاتحاد كسب الثاني ابتدى الاهلي كسب يعني الدنيا، ولكن محافظ الاتحاد السكندري على 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 هيبته في كره السله وعامل السنه دي الشغل اللي معمول في الفريق وجاب مدرب كبير ومدرب محترم فعلا اضافه كبيره للكره المصريه، كل الناس شاورت عليه وقالوا انه عامل شغل مع الاتحاد، قلنا شويه ما فيش حته الاستمراريه، ممكن تكسب كم ماتش وتنزل كم ماتش، ولكن في المجمل حاجات حلوه قوي معموله في الاتحاد السكندري اللي عاملها الحاج محمد مصلحي، سواء المدرب سواء اللعيبه او هو اللي بيجيب الناس دي كلها، طبعا هو مجلس ادارته اللي انا بشكرهم بصراحه على دعمهم الكبير جدا للحاج محمد. فانا اتمنى ان الحاج محمد والله يعني فعلا يراجع نفسه، الاتحاد السكندري السنه دي في حته كويسه وبيقدم كره كويسه حتى اما بيخسر، ولكن انت اما بتقول السنه دي انا رايح العب الاتحاد ولا الاتحاد بيلاعبني، انت لا الاتحاد ماتش صعب بقى زي الاتحاد زمان. فلازم نحافظ يا جماعه على الحاجات دهيت، وان احنا الحاجات الكويسه اللي بدانا نشوفها في الفرق الكبيره والفرق العريقه والفرق الجماهيريه نحافظ عليها، ما نخليش كل حاجه بقى ايه ترجع ونقول ايه ده موسم وخلاص. لا احنا عايزين الاتحاد كده ويقعد وينافس عشان المربع، وينافس على بطوله افريقيه، وينافس على بطوله عربيه. ما رجعش بقى الاتحاد زي من كام سنه بقى ويرجع الاتحاد مهدد كل سنه وافضل ادور على الوكيل سلامه ويجي الوكيل سلامه يقعدني في اخر ثانيه بجون يجيبه وادور على مدربين وادور. اسكندريه غنيه بالمدربين يا سيدي، مصر غنيه بالمدربين، ولكن تبقى حاج محمد انت رمز 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 كبير جدا جدا في اسكندريه. في نفس الوقت زوران يعني قاد التمرين النهارده بعد ما تغيب امبارح، الراجل يعني بقى طلع قال ان هو مش هيكمل، ان هو مش حاسس ان الطموح قل عند اللعيبه، الدنيا ما بقتش كويسه، ولكن كل حاجه خلاص اتلمت والدنيا مشيت كويس. وزوران راجل مدرب صاحب شخصيه ودماغ كبيره جدا، يعني انا برضو قعدت معاه في اسكندريه يمكن من اسبوعين فاتوا قعدت اتكلم معاه شويه، راجل اتكلم في الكوره دماغه بص لها منظور بعيد خالص،
ده هو فعلا، وعشان كده ما استغربتش لما شفت ان الراجل دوت عامل حاجه جديده وبيدي. ولكن ممكن يكون في لعيبه شايف طموحها قل شويه، في لعيبه تصرفاتها غريبه، ومش عايز يعني نتكلم على التصرفات الغريبه والحاجات الغريبه اللي بتحصل، لان كل دوت بيجي على الفرقه. يعني كل دوت بيجي على الفرقه، الراجل المدرب بيبقى حاطط شغله، بيبقى حاطط خطه، ويشوف الراجل كسبان طب بيعمل ايه، طب لو خسران وناقص كام دقيقه، طب هعمل ايه في الفتره دهيت وبتاع، فلاقي نفسي بلعب ناقص لاسباب واحد طلع بتصرف متهور، ولا واحد عمل كذا، ولا واحد عمل كذا. مشاكل كبيره، يعني بتبقى الدنيا مش احسن حاجه.